جريمة جريمة مروعة هناك في الخدير. جوج ديال الأشخاص من عائلة واحدة من طرف الإبن ديالهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، من طرف الإبن ديالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة مغارب نيوز، مباشرة من هنا من منطقة حي الحسني بالضبط سيد خدير، حيث وقعت جريمة قتل راح ضحيتها زوج وزوجته على يد الربيب. معنا الآن أحد الحقوقيين بالمنطقة اللي غادي يعطينا تصريحات حول الجريمة وحول كيف هي اللي تمت بها الجريمة هذه وبعض الملابسات لصاحبات الجريمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك الحسن تيجي تاع الحقوقي. حنا ولاد منطقة عمل في الحسني، حنا أول حاجة نصدروا الناس الأمن الوطني اللي تدخلوا في البلاصة في الحين وعيطوا على الإسعافات باش يعرفوا الأب ديالو هو الأول، الأب ديالو جات المستشفى وما عرفوش المرأة جات المستشفى. حنا هاد الأمور كلها خصنا نتجاوزوها. المشكل فين كاين عندنا؟ سيد خدير حنا مهمل، سيد خدير عارف ما فيه لا ملاعب حر، ما فيه لا دار الشباب، ما فيه حتى حاجة. حنا كنطلبو سيد خدير باش تكون فيه هيكلة، ما كاين موقع فيه بقات نفس سيد خدير. أنا من 68 وأنا تنشوف سيد خدير، أنا ولد منطقة حي الحسن، بغينا شي تغيير يكون بقطعة حي سيد خدير، ما كاين والو. حنا في تندوي كحقوقيين تيقول لك أنتوما صدعتونا. فلوس قبل الجريمة. قبل ما الجريمة، هو مريض مسكين. السبب ديال هذا يعني مختل عقليا هو. مريض مسكين، الله يحسن له، مريض. ودري ماشي الناس اللي تعاودوا لي انا ما عنديش معاه شي هذا، الناس الجيران اللي تشوف الحبشي كان خاطر ويش ماشي شي واحد، غير تشوف العاده تشوف لبسه لابسه شي تقول هذا ما مريض، ولكن مسكين هو مريض نفسانيا. حنا هاد التدخلات كلها تنشكر تنشكر الناس ديال الحي الحسني على الوقت اللي دخلوا فيها في الوقت ديالها وجابوا، ولكن الله سبحانه وتعالى غام الله دام الله. واش كانوا معاه في البيت بوحدهم؟ اخويا ما نقولش شي حاجه اللي فيها. انا خويا كي وقعت الجريمه كنت عند واحد السيد صديق ديالي سيد خدير، تسمعت وليد قال لي كاين متصل بدراري ديال الجريده، قلت له الله يخليكم توصلوا سيد خدير هاد الناسين جي راه كاين واحد الجريمه قتل، ولكن ما عرفتش السبب ديال الامر. عاد جيت قلت لي عاود لي المشكل فين كاين؟ المشكل فين؟ في دار الشباب، ما كاين لا ملاعب الحر لا دار الشباب لا والو. سيد خدير بحال قلتي باقيين عايشين في القراوي. وتنطلبوا هاد المجلس هاد المجلس مقاطعة حي الحسني باش يشوفوا يديروا لنا دار في مقاطعة دائرة سيد خدير. وشكرا. الأشخاص الذين يقطن بالمنطقة اللي غادي يعطينا حيثيات حول هاد الجريمة اللي وقعت اليوم بمنطقة حي الحسني بالضبط سيد خدير. جوج الأشخاص توفوا على يد الربيب على واحد الشخص. خويا بغيناك تعطينا اشنو وقع في هذه القصه ديال اليوم، هذه الجريمه ديال اليوم. الجريمه ديال اليوم للاسف الساكنه ديال مقاطعه حي الحسني تيتفسفوا ليها، اعتزت منطقه الحي الحسني على واجعه هذا الخبر هذا، اللي شاب في مقتبل العمر، بعض الجيران تيقولوا عنده اضطرابات نفسيه، كل شنو تيقول انه جهز على الاب ديالو وزوجة الاب ديالو. وكاين اللي تروي انه فايت انه من زواج ومطلاق، وكذلك شي ضغوطات من زوجة الاب ديالو اللي تشكلات على هذا الشيء تقريبا كامل اضطرابات نفسيه ودار هذه الجريمه البشعه. للاسف ان منطقه سيد خدير تتعاني من عده مشاكل، من اقصاء وتهميش اللي ولينا تنشوفوه بزاف ديال الشباب انهم تيتعطاو الادمان والمخدرات. ومن هذا المنبر هذا تنطالبوا المسؤولين انهم يدخلوا وينسفوا هذا الحي، لان الشباب ديالو عاطل على العمل، الشباب ديالو تيعيش الادمان، الشباب ديالو خاصو مركز ديال الادمان عير هو بوحدو، لان ولينا تنشوفوا هذه المعضله ديال 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 الادمان الشباب على المخدرات تكاثرت عندنا في المنطقه وبزاف. ومن هذا المنبر هذا تناشدوا السيد وزير العدل، تنقولوا مازلنا ننتظر
مركز الادمان عندنا منطقه حي الحسني، ما يمكنش اننا نشوفوا خيره الشباب تتعيش الاقصاء والتهميش والبطاله والادمان مما تخلق لنا هذا الشيء كامل، بحال هذه الحالات الاجتماعيه اللي تتشوه صوره الوطن والسكينه. تحياتي.